ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في ضيافة النهاردة، وطبعا هي مش ضيفة، هي صاحبة مكان هتنورنا النهاردة في الاستوديو. هنعرف الجانب الآخر الإنساني والجانب الشطارة في المطبخ وشطارتها، وأولادها يسافروا يروحوا ييجوا، يا ماما عايزين ناكل من إيدك. يعني ممكن تسافر بس حابين برضو ياكلوا من إيديها وهي مسافرة. بنت الصعيد النهاردة الإعلامية المتألقة على شاشة القناة الأولى الأستاذة شروق عماد الدين. اتفضلي يا أستاذة شروق. اهلا وسهلا يا شيف، نورتينا في الاستوديو. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. مبسوطه قوي ان انا موجوده معاك النهارده. اشكرك يعني بجد والله. هتبقى ان شاء الله حلقه مميزه عشان انا هبقى موجوده معاك بس مش اكتر الشرف. يعني موجوده جنبك. اشكرك وتفضلي. اتفضلي يا ست الكل. عايز اقول لك يعني انت طبعا شاطره في المطبخ جدا، والكواليس بتقول انك انت يعني معروفه في العيله احسن حد فيها من الاهل للدرجه دي. بس ما تعرفش بتيجوا هنا ليه؟ في اصل ملعبك كدا. يعني احنا ازاي هنيجي نقف بقى يعني نبقى قدامك؟ بالعكس احنا بنقعد يعني نحاول نخرجك برضو من الجو ده. يعني انت النهارده عاملين لك اكل جميل جدا. انا شايفه حاجات كده مختلفه. بما انك انت بنت الصعيد الجميل الحلو. كشك صعيدي. ايوه كشك بنزور الصعيد. هنعمله النهارده بالفراخ. بالفراخ. طيب رأيك. حلو قوي. انا احكي لك قصه الكشك بس لما تسالني. طب بيتعمل ازاي على فكره؟ طيب. انا مين اعرف يتعمل ازاي بما ان ده عنوان الاكلات هو الجميله. هو عامه يعني. الكشك الصعيدي يعني مختلف عن الكشك المصري طبعا، لانه الكشك المصري في الغالب بيبقى دايما يعني بشاميل بس. ولكن الكشك الصعيدي ليه طريقه مختلفه يعني. فانا لما دقت المصري حسيت انه في حاجه ناقصه او في حاجه غلط. مظبوط. عامه دايما الكشك الصعيدي بنعمله بشوربه البط او شوربه الفراخ. حلو. يعني دايما بنبقى عاملينه كده. هو طبعا هو ناشف قوي صلب زي ما يمكن مش كل الناس القاهريين او من باقي المحافظات عارفين. اهو في ايدي الشيف اهو. حاضر كده. هو يعني مش حاجه لينه جاي يعني. النهارده مخصوص للاستاذة شروق. اهو. يا سلام. يا تسلم ايدك يا شيف والله. فاحنا بناخد طبعا. الناس ممكن تقول ايه الطوب ده يعني. في ناس كتير قوي ممكن تشوفه تقول ايه ده شبه الزلط، مش معقول الزلط ده يعني. لا ده بيطلع في الاخر حاجه جميله جدا يعني. طيب هو ده بيتعمل ازاي؟ احنا بنجيب الشوربه بقى بتاعه البط او الفراخ وبنسلقه فيها وبنسيبه لغايه ما في الاخر دايلين خالص. حلو. ولما ندوقه نلقاه استوى. خلاص. وبعدين بنجيب دي طريقه مامتي وجدتي. بنجيب بقى شويه ميه كده صغيرين. حلو. ودقيق ونخلطهم ببعض وبعدين نحطهم عليه. على الخليط ده. حلو. ونبتدي بقى. هيبقى طبعا هو بيبقى محتاج ان هو يبقى متجانس اكتر من كده، فبنحطه في الخلاط نضربه كله مع بعضه. وبعدين نرجع تاني نحطه على النار. حلو. ياخد بس طبعا هيكون حطينا مع الخلاط اللبن. اللبن ده اساسي يعني. لازم نحط اللبن. حلو. بس هناخده بقى نحطه يغلي غلوتين كده، وبعدين نروح حاطين بقى معلقتين سمنه حلوين كده نكون محمرينهم وحاطينهم على الوش. ونجيب بقى على جنب كده بصلايه متقمره كده ومحمره زي بصله الكشري. ونروح رشينها على الطبق كده. بتبقى اكله رائعه صراحه. حلو. الحاجات الحلوه بما ان الكشك. طب انت عارف ان هو بيتعمل من القمح طبعا. من القمح. عشان المشاهدين يبقوا عارفين. وبيتعمل مخصوص يعني. الحاجات دي مش موجودة كده غير مثلا في الريف بقى. لا بياخد شغل. سوري انا اسفه في الصعيد بجد يعني. وتحط في الصومعة كده وتخزن وحاجة لطيفة. بالظبط. بالظبط. بمناسبة الكشك بقى، الكشك من الأكلات الموثقة من ضمن الموسوعة الأغذية الشعبية المصرية. فعلاً. يعني تروح الصعيد، تروح الصين، تروح اليابان، تروح أي مكان في الدنيا، الكشك الصعيدي معروف إنه مصري. أيوه. من ضمن الأكلات الموثقة والمدرجة من ضمن الأغذية الشعبية المصرية. صحيح. فدي حاجة حلوة. يعني لنا عنوان كده في الكشك. على فكره انا بعتز قوي باي حاجه خاصه بالصعيد يعني. ببقى مبسوطه جدا ومعتزه بيها. وخليني بقى احكي لك على حاجه. انت عارفه ان طبعا في اكلات كتيره مدرجه زي الفول والفريك والكشك والملوخيه زي مدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه. والفريك من الحاجات اللي لها عنوان يعني. انا عارف ان هو بيتاخد هدايا كمان لما نسافر. صحيح. من ضمن الحاجات اللي هو لك انا جايب لك كشك من الصعيد. الكشك ودي احلى هديه بقى والكلام ده. ايوه دي احلى حاجه بصراحه.